خير، اهلا وسهلا. صباح الفل، اخبار حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. يا رب دايما. خلينا نبدا بالاخبار. والرئيس يبحث مع رئيس ووهان وباليسترا انشاء المجمع الثالث للاسمده بالسخنه، السيسي بناء قاعده حقيقيه ومتطوره في مختلف المجالات الصناعيه، توطين الصناعه وتعميق الانتاج المحلي والاستفاده من القدرات الانتاجيه والتشغيليه. تفاصيل الخبر بتقول: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لا سيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن. وشدد الرئيس على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر، لا سيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم. تعليق حضرتك يا فندم على الخبر. شوف، يعني أهمية الخبر ده، أولا هو جزء من توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا في مصر، وكلمة إن أنا أعمل نوع من توطين التكنولوجيا بيحقق بشكل عام بيحقق أهداف عدة. نمرة واحد، إن أنا بنقل التكنولوجيا المتطورة في مختلف الدول في مختلف المجالات أيضا إلى مصر. نمرة اثنين، المواد الخام اللي عندي أنا بعظم الاستفادة منها بتصنيعها في هذه المصانع وهذه الشركات. نمرة ثلاثة، إن أنا بوظف الأيدي العاملة في هذه الشركات من خلال الأيدي العاملة المصرية، وبالتالي بقلل فرص البطالة في مصر. نمرة أربعة، المنتج بلا شك سيكون أقل تكلفة مما إن أنا أستورده بالكامل من بره. نمرة خمسة، إن توطين التكنولوجيا هنا في مصر يجعلني ويجعل أبناء مصر على علم بهذه التكنولوجيا، وبالتالي يزيد الاعتماد على العقول المصرية وعلى المنتجات المصرية وعلى الأيدي المصرية في هذه الصناعات. فما يجي الإشارة إلى هذا الخبر اللي احنا بصدده الآن، وزي ما حضرتك أشرت، ده المجمع الثالث لصناعة الأسمدة في العين السخنة فقط، سواء بالنسبة للجانب الكوري أو بالنسبة للجانب الإيطالي، ودول مشتركين مع بعض في هذه المجمعات. احنا نعلم تماما إن مصر من الدول المنتجة للأسمدة كمواد خام، وبالتالي لما يكون عندي السورس، عندي المصدر المواد الخام وصنعه عندي على أرض مصر، يبقى أنا بعظم الاستفادة منه، سواء لاستخدامه في الاستهلاك المحلي أو بالنسبة للتصدير. وده الهدف من توطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة هنا في مصر، ودي يعني أعتقد ممتد للعديد من الصناعات الأخرى، ليس في مجال الأسمدة بل في صناعات أخرى. وده توجه دولة، ولهذا ببني قلعة صناعية قوية جدا في مصر متميزة لم تشهدها من قبل. طيب، خلينا أيضا نروح للخبر القادم. السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية. مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن، وتنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس. وطبعا يعني ده زي ما حضرتك أشرت، هو إجابة لمطالبات المشاركين في الحوار الوطني. نمرة اثنين، ده حق رئيس الدولة أن يصدر مثل هذه القرارات كحق دستوري، وأعتقد أن هذا العفو قد يكون بداية قرارات أخرى بعد ذلك، قرارات جمهورية يعني العفو عن بعض الشخصيات ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية. والحقيقة أستاذ رفعت في اسمين ذكروا بينهم، باتريك زكي ومحمد الباقر. باتريك زكي ومحمد الباقر، ده استجابة زي ما أشرت إلى دعوة من مجلس الأمن للحوار الوطني يعني. إنما هما دول الاسمين أشير إليهم على سبيل المثال للتأكيد على قرار الجمهور الذي صدر بالعفو عن مجموعة من الذين صدر ضدهم أحكام قضائية. طيب، من الجمهورية، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مدبولي اتفاق تمويل مع كوريا الجنوبية لإقامة مركز لتصنيع قطارات المترو، إنشاء جامعة أهلية للعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مدينة السلام بالقاهرة، إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام،
بعد خلو مصر من المرض بشهادة الصحة العالمية. بعض التفاصيل بتقول وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 46 بشأن مكافحة الجذام، ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجذام في ظل التطور الهائل في بروتوكولات مكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية. كما وافق المجلس على مشروع قانون رئيس الجمهورية بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. تعليق حضرتك يا فندم. أعتقد أن التدليل على ما قرره مجلس الوزراء أمس هو ما صرح به وزير النقل خلال حواراته في وسائل الإعلام المختلفة المشهورة اليوم، وأن احنا بدءا من الآن لن نستورد بعد ذلك أي وحدات متحركة سواء في المترو أو السكة الحديد، وستكون كل هذه الوحدات تصنيع محلي مع الشركات العالمية المتقدمة المتخصصة في تصنيع هذه الوحدات، وده مش هيكون على مستوى احتياجات مصر فقط، بل قد ستتزايد عمليات الإنتاج في هذه الوحدات لتكون مجال للتصدير للدول العربية والإفريقية، وده تأكيد على توجه مصر نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة في مصر والاعتماد على ان احنا يكون انتاج محلي والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. من ضمن القرارات اللي اتخذها مجلس الوزراء امس ايضا هو انشاء جامعة اهلية للعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مدينة السلام بالقاهرة، ودي جامعات متخصصة في مجالات العلوم المتقدمة الحديثة، ودي جامعة أهلية هتبدأ تطبق مفاهيم الجامعة الأهلية وإلغاء تصرف من نفسها على نفسها، يعني من خلال عائد رسوم الطلاب ينفق على تطوير الجامعة واحتياجاتها وخلافه، ولا تدخل عائد ولا يدخل عائد هذه الرسوم خزانة الدولة، وده مفهوم الجامعة الأهلية. إنما ممكن مصر يعني أو الدولة تساهم في البداية بإنشاء المباني الجامعية الخاصة بالجامعة، لكن بعد ذلك تعتمد على نفسها، وده اتجاه معمول به في معظم دول العالم المتقدم. والدليل على ذلك مثلا أشهر الجامعات العالمية جامعة هارفارد، هي جامعة أهلية وليست جامعة حكومية، وبالتالي العائد المادي اللي بيأتي لها من رسوم الطلاب ومن نتائج البحوث ومن الشركات التي تعمل على تعاون مع جامعة هارفارد لحل مشكلاتها الصناعية، دي كلها بينفق عليها على جامعة هارفارد ولا تدخل الدولة في أي إنفاق عليه. آخر خبر من ضمن الأخبار المهمة وهو إلغاء العمل بقانون مكافحة الجذام بعد ما خلو مصر فعلا من هذا المرض، ليس بالشهادة مصرية ولكن من الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية. شكرا لحضرتك. الأخبار نكمل مع حضرتك تطوير المجمعات وجمعياتي وتحويلها لمنافذ نموذجية، سلسلة جديدة تضم 10,000 فرع لتوفير السلع للمواطنين. بدأ تنفيذ خطة لتطوير وتحديث فرع المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي وتحويلها إلى فروع متطورة ونموذجية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بجودة عالية ومواصفات جيدة. كما تتضمن الخطة تدريب وتأهيل أصحاب منافذ مشروع جمعيتي وبعض مديري المجمعات الاستهلاكية على مهارات عرض السلع والبيع للمستهلك. جاء ذلك تنفيذا للخطة التي وافق عليها دكتور علي المصلحي وزير التموين لتطوير المجمعات الاستهلاكية للاستمرار في عملية توفير السلع والخدمات لتحويلها إلى منافذ قوية لتحقيق معدلات ربحية مناسبة. تعليق حضرتك يا فندم. طبعا المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية كلنا نعلم أنها صمام الأمان للمواطن، سواء المواطن البسيط أو متوسط الدخل، في توفير السلع المناسبة بالنسبة له بأسعار تنافسية وتحد من استغلال القطاع الخاص أو التجار في هذه السلع. لكن ينقص هذه المجمعات
أشياء أخرى شكلية، بمعنى عملية العرض الجيد الجاذب للزبون للمنتجات اللي عندي. نمرة 2 وسائل التخزين والتعبئة والتغليف، برضو عنصر جاذب قد تفتقره بعض المجمعات الاستهلاكية. ومن هنا جاءت فكرة تطوير هذه المجمعات والمهود لها والارتقاء بمستواها حتى تحقق كل هذه الأهداف، من أن يتم العرض جاذب، ونمرة 2 التخزين والتغليف على مستوى جيد ينافس حتى القطاع الخاص، وبالتالي نعظم الاستفادة من قدرة هذه المجمعات في تقديم أفضل خدمة للجمهور. وبالمناسبة كلمة أفضل خدمة أيضا يشمل التطوير وإعادة التأهيل لهذه المجمعات، الارتقاء بمستوى وتدريب العاملين في المجمعات لحسن استقبال الجمهور والتعاون معه والتعامل بشكل جيد وتوفير السلع المناسبة له. وبالتالي ده كلها تعتبر من عناصر الجذب، وان خلي المواطن يقبل على المجمعات الاستهلاكية وما تعرضه من مختلف السلع اكثر من ذهابه الى القطاع الخاص، خاصة ان هذه المجمعات تتميز بعرض السلع باسعار اقل وباسعار تنافسية، وبتحد من جشع التجار بالنسبة لاسعار كل المنتجات المختلفة. طيب، مع الفاو التعاون الدولي تبحث تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية للتكيف مع المتغيرات المناخية. بحث الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي مع الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي وبرامج التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة التنموية. أكدت الوزيرة أهمية الجهود المشتركة مع الفاو بالتعاون مع الجهات الوطنية لتعزيز التنمية الزراعية والريفية ودعم جهود الأمن الغذائي، والتي تكتسب أهمية كبيرة وسط التحديات الكبيرة التي يواجهها الأمن الغذائي عالميا. تعليق حضرتك يا فندم. كما نعلم أن منظمة الأغذية والزراعة الفاو ومقرها روما بإيطاليا معنية بتعظيم الاستفادة من المنتجات الزراعية على مستوى العالم كله خدمة للبشرية جمعاء. وبالتالي هذا الخبر يتناول عملية التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في تعظيم الاستفادة من مساحات الأراضي الزراعية في مصر، وتعظيم الاستفادة من منتجاتها بنفس المساحة اللي موجودة. ما بال حضرتك إذا كان هناك إضافة وتوسع كمان في الأراضي الزراعية فشيء جيد، لكن الهدف هنا هو التوسع الرأسي، أي من نفس المساحة وباستخدام وسائل الزراعة الذكية أن أنا أضاعف منتجات هذه المساحة، قد يكون من خلال الصوب الزراعية، قد يكون من خلال التقاوي المنتقى، قد يكون من خلال استخدام الوسائل الحديثة في الري والتسميد، قد يكون من استخدام بذور جيدة متطورة على أساس أنها تعطي ضعف الإنتاج اللي بتنتجه حاليا، وبالتالي أعظم الاستفادة من المساحات الحالية لمواجهة زيادة الطلب عليها في مختلف السلع. مصر ماشية في هذا الاتجاه أيضا في عملية التوسع الرأسي، وفي نفس الوقت تعمل جاهدة في التوسع المساحي أو التوسع في المساحات الأفقية، المساحات الأفقية زي الدلتا الجديدة، والتي تستهدف مصر إضافة ما يقرب من 2.5 مليون فدان للأراضي الزراعية في مصر. وبالتالي نستفيد من المجالين التوسع الرأسي والتوسع الأفقي في مجال الزراعة. طيب، من الجمهورية أستاذ رفعت اسمح لي ناخذ الخبر القادم. الفريق أسامة ربيع، 72 سفينة عبرت قناة السويس بإجمالي حمولات 4.9 مليون طن، 94% من نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق بالقطاع الجنوبي للمجرى الملاحي. تفاصيل بتقول أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس عبور 72 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.9 مليون طن،
كما أعلن الانتهاء من تنفيذ 94% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي، حيث تمت إزالة 17 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه. تعليق حضرتك يا فندم. لولا جهود مصر في توسعة وتعميق قناة السويس المستمر ما كان عدد السفن العابرة لقناة السويس في الاتجاهين قد وصل عددها حتى الآن 72 سفينة في اليوم الواحد، وبشكل جيد جدا وبشكل آمن، وبإجمالي حمولات تقترب من 5 مليون طن. كما نعلم أننا قمنا بعمل ازدواجية لقناة السويس بدءا من الإسماعيلية وحتى بورسعيد، وبالتالي أصبح هناك إمكانية الذهاب والعودة في مجريين مختلفين متجاورين مع بعضهما. الجزء الجنوبي قررت مصر أيضا أن تقوم بتوسعته وتعميقه أيضا، ومن هنا زيادة عرض المسطح بتاع قناة السويس في هذا الجزء حوالي 40 متر إضافية بالإضافة إلى عملية التعميق. ومن هنا يمكن حصل خلال الأيام الماضية أن جنحت إحدى السفن العابرة للجزء الجنوبي من قناة السويس لتعطل ماكيناتها في المجرى الملاحي، مما أتاح الفرصة إلى أنها تتاخد على جانب قناة السويس لإصلاحها، ومن هنا استمر عبور القوافل القادمة من الشمال أو الجنوب بجانب هذه السفينة دون أن يتأثر حركة الملاحة في قناة السويس بالجزء الجنوبي. وده يعطي ثقة وأمان أن لكل السفن العابرة سواء ذات الحمولات الكبيرة أو العابرة بغاطس كبير فتعبر بأمان نظرا لعمليات التعميق والتوسعة المستمرة في خاصة في الجزء الجنوبي من قناة السويس الذي يمتد من الإسماعيلية وحتى السويس. طيب الخبر الأخير مع حضرتك في هذه الفقرة، التعليم العالي 50,000 طالب في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات واليوم آخر فرصة. أكد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 23-24، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. تعليق حضرتك يا فندم. أنا عايز أصحح معلومة، بس هو في خطأ في هذا الخبر في العنوان، وهو أن اليوم ليس آخر يوم بالنسبة للاختبارات بتاعة القدرات في الكليات التي يشترط القبول بها إجراء هذه الاختبارات، لكنه يوم الخميس القادم 27 يوليو هو آخر يوم لإجراء مثل هذه الاختبارات أو التقدم إليها. كان عنوان الخبر مكتوب اليوم آخر فرصة، لكن نشكر حضرتك على صحيح المعلومة. هذا خطأ في جريدة الجمهورية في هذا الخبر، كمان في متن الخبر أو العنوان، آخر يوم هو يوم 27 يوليو وليس اليوم الحالي، هذا آخر يوم في إجراء الاختبارات أو التقدم ليه. نشكر حضرتك على التصحيح. الإجراءات أو الاختبارات القدرات دي يعني إيه وفي أي مكان؟ في كليات لا تشترط إلا المجموع فقط للالتحاق بها، زي كليات الطب والهندسة والصيدلة وخلافه، وكليات الأداب والتجارة وغيرها. لكن هناك كليات لا يتم الالتحاق بها إلا إذا اجتاز الطالب اختبار قدرات تؤكد قدرة الطالب على دخول هذه الكلية ودراسة تخصصها، مثل كلية التربية الموسيقية، كلية التربية الرياضية، كلية التربية الفنية، أقسام المسرح بكليات التربية النوعية، الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، كليات الفنون الجميلة، كليات الفنون التطبيقية، لابد أن أكتشف أو أجد مهارات تؤهل الطالب لدخول مثل هذه الكليات. يعني طالب
غير مؤهل رياضيا ولا صحيا ولا جسمانيا وعايز يلتحق بكلية التربية الرياضية، كيف؟ وبالتالي هيبقى في خطأ كثير. الغالب مثلا عايز يلتحق بكلية التربية الموسيقية هو ما عندوش أي معلومات عن الآلات الموسيقية ولا المجالات الفنية، وبالتالي مش هيقدر يمشي في الكلية. ومن هنا هذا الاختبار التجرى قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، إذا اجتازها الطالب ترسل نتيجته لائق إلى مكتب التنسيق، وعند إعلان نتيجة الثانوية العامة يتقدم الطالب برغباته إلى مكتب التنسيق ويكتب أي من هذه الكليات في رغباته. فإذا كان المجموع بتاعه يؤهله أيضا لدخول هذه الكلية وهو مسجل في مكتب التنسيق لائق يتم الالتحاق بها. أما إذا لم يكن مؤهلا في هذه الاختبارات وغير لائق فيها، حتى لو كان الطالب الأول على مستوى الجمهوري، لن يلتحق بأي من هذه الكليات. ومن هنا تم الاتفاق أن تجرى كل هذه الاختبارات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتنتهي يوم 27 يوليو الحالي إن شاء الله يوم الخميس القادم إن شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا أستاذ رفعت فؤاد مدير تحرير أخبار اليوم، شكرا حضرتك يا فندم. شكرا ألف شكر. بكده مشاهدينا تكون انتهت الفقرة الأولى من يوم جديد لحلقة النهاردة.